الرئيس يا أخي الكريم، من ضمن الأسباب السياسية التي أوصلتنا إلى هذا الموقف تأخير الانتخابات البرلمانية، لأنه وده سبب صدور حركة تأخير الانتخابات البرلمانية أدى إلى أن يكون الرئيس بيده مقاليد كل شيء. هكذا نظرت الناس إليه، معه السلطة التنفيذية يعين الوزراء كما يشاء، مع أن الدستور الجديد يقول أنه بعد انتخابات البرلمان الأحزاب الأغلبية التي ستعين السلطة التنفيذية معه كاملة، بل هيقتسمها مع رئيس الوزراء بعد البرلمان الجديد، المحافظين يقوم بتعيينهم لوحده، فكنا التشريع حتى الناس يقولون أن الرئيس بيد السلطة التشريعية باعتبار أنه حزب الأغلبية معه العدد الكافي لإخراج القوانين. هذه الحالة خلقت لدى الناس في مجال السياسة أن رأي أن فردا واحدا يقود مصر، وأنه ما فيش تغيير بعد 25. أنا بقول خلقت حالة سيكولوجية لدى الناس. إذا ضمت لها الحالة الاقتصادية بقى التي وصلنا إليها، هذا ما هو أدى إلى العملية الزخم اللي وجدته حركة التمرد. حركة التمرد ليس كل الذين وقعوا عليها سياسيين ولا علاقة لهم بالسياسة، لكن الناس في الشارع حتى في ظل حالة التي ذكرتها ويا الأخوانا، الناس لو وجدوا انفراجة في مجالات المشاكل الاقتصادية صحيح. ما كانش هذا الزخم الكبير مع طيب. لكن أقول في 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 عجالة يجب على مجلس الشورى، وقد تأخر أكثر مما يجب، أن يصدر قانون الانتخابات، لأنه تأخير الانتخابات سلاح ذو حدين. نعم. صحيح أنه يعطي الرئيس فرصة لأن يعين حكومة. نعم. بمفرده أن يكون ولاء الحكومة له، أن يكون كذا، أن حكومة لا يحاسبها أحد، لكن حده الثاني اشتداد حالة الاستقطاب الموجودة، بسبب أن الكل يقول أننا صنعنا ثورة، لكن الذي يقود شخص أو مؤسسة واحدة. أنا بشكرك دكتور شعبان عبد العليم الأمين العام المساعد لحزب النور، عضو الهيئة العليا للحزب، دكتور أحمد رامي اللي شرفنا، المحدث باسم حزب الحرية والعدالة. دكتور شعبان شكرا جزيلا، شرفتني. شكرا جزيلا.